في إطار متابعته لعمل المؤسسات العامة والاطلاع على معوقات تطورها، عقد اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط اجتماعا مع مدير عام النقل المشترك زياد نصر، الذي شرح لأعضاء اللقاء العقبات التي تعترض عمل المصلحة ومشاكل النقل عموما. نصر تحدث عن الحلول المقترحة والآلية المتكاملة لذلك. هناك مشاريع واضحة ومقترحة من قبلنا لحل أزمة النقل المشترك لبيروت الكبرى ولمنطقة الشمال، وبالتتالي لباقي المناطق، من خلال وضع أو استحداث آلية متكاملة أو منظومة متكاملة للنقل المشترك بالحافلات. كما هناك مشاريع معدة لإعادة أحياء خطوط النقل السككي من بيروت إلى طرابلس، وكذلك مشروع آخر من طرابلس إلى العبودية، أي إلى حدود اللبنانية السورية. المشاريع موضوعة، التنفيذ بحاجة لقرارات ولاعتمادات، على أمل باهتمام اللقاء الديمقراطي وغيره من الكتل النيابية المهتمة بإعادة أحياء هذا المرفق وتفعيل هذه المؤسسة، نأمل خيرا بالمرحلة القادمة. بدوره تحدث النائب بلال عبد الله عن الاجتماع. الاجتماع مع الأستاذ زياد نصر هو لمناقشة حل أزمة النقل، يعني ودراسة الخطة اللي وضعها الأستاذ زياد، البحث مع اللقاء الديمقراطي والرفيق تيمور رئيس اللقاء كيف إمكانية تسريع هذه الخطة، المساعدة في إزالة العقبات، إيجاد مصادر التمويل. لما لذلك من انعكاس إيجابي على تخفيف أزمة السعر، تخفيف التلوث، تسهيل عمل المواطنين، الحد من الهجرة إلى المدينة. يعني كل هذه الأمور كانت محضر بحث، وأنا برأيي الأستاذ زياد محضر شيء حضاري. يبقى أن تعي الدولة أهمية هذا القطاع لتبادر فورا إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتطويره وتحديثه.